مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إطلالة جديدة من أخباركم نطوف فيها وإياكم على مدى نصف ساعة من الآن، نرصد أهم ما ورد من أخبار وقضايا تهم المجتمع. أرحب في البداية بأخي محمد، حياك الله. أهلا ومرحبا بك أخي عبد الحكيم، وحيا الله السادة المشاهدين لبرنامج أخباركم. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم مجددا في إطلالة ثالثة من برنامج أخباركم، نناقش أهم الموضوعات والأخبار المطروحة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونطمح كذلك أن تكون أخباركم ناقلا لصوتكم وتتبنى قضاياكم، ونأمل أن تشاركونا في إبراز القضايا المهمة التي تتبناها جديرة بالطرح على رابط البرنامج الذي يظهر بين وقت وآخر، أخباركم.com. وأيضا نجدد تذكير بوسم البرنامج وهو هاشتاغ برنامج أندرسكور أخباركم، والذي يظهر الآن أمامكم على الشاشة، ونتشرف بمتابعتكم أخبار البرنامج عبر حسابه على تويتر @أخباركم. في انتظار مشاركاتكم ومتابعاتكم عبر وسائل التواصل للبرنامج، لنسعد بأخباركم وأيضا نستقبل فيه كل الأخبار المقترحة منكم والمقاطع التي تقومون برصدها لأي من الأحداث التي ترون أنها تهم المجتمع. والآن دعونا ننطلق في رحلتنا مع الأخبار، ونبدأها بخبر يثلج الصدور حقيقة أخي عبد الحكيم. صحيح. في استجابة سريعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي ومستشار خادم الحرمين الشريفين، في استجابة سريعة أمر بنقل المبتعثة بسماء المتوفاة دماغيا، وهي أختنا بسمة العنزي شفاها الله وعافاها، من مستشفى أمريكي بعد وفاتها دماغيا. هي بادرة أخي عبد الحكيم، ليست أبدا مستغربة على سمو ولي العهد، صاحب أيادي بيضاء في شتى المجالات، جزاه الله خير. ألاحظ كذلك من حلقة الأمس بدأ التفاعل في هذا الخبر، تفاعل المغردين وكذلك محاولة بعض المغردين للاتصال بأولياء أمور البنت، وكذلك محاولة المساعدة بأي طريقة. الله جميل خير. طيب وش رأيك عبد الحكيم الآن قبل ما نبدأ الأخبار في فيديو بسيط ودنا نستعرضه مع السادة المشاهدين، وإن شاء الله نعود بعد إلى الفيديو. نطلع. بابا سلمان خلي يعطوني علاجي، بابا سلمان خلي يعطوني علاجي، بابا سلمان خلي يعطوني علاجي. إذن كان هذا الخبر الذي أنهينا به أخبار الأمس، والذي لاقى منكم تفاعل واهتمام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مناشدة الطفلة غزلان المطيري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. وصل الهاشتاج يا محمد إلى أعلى مستوياته بالأمس، وهو تحت عنوان الطفلة غزلان تحت تهديد الطب، إلى وصل طبعا إلى الترند العالمي. وبالأمس قمنا بالتواصل مع والد الطفلة فواز المطيري، أو اليوم سنتواصل مع الأستاذ فواز المطيري من أمريكا، حيث نتطلع إلى آخر المستجدات في حالة الطفلة. يكون معنا الأستاذ فواز على الهاتف. أستاذ فواز. ألو. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا. حياك الله أستاذ فواز، وفي البداية نريد أن نطمئن على صحة ابنتنا غزلان، وما المستجدات في حالتها؟ والله غزلان سوت زراعة جهاز هضمي كامل من 6 شهور تقريبا، والحمد لله عمليتها يعني نجحت، وهي كانت تعتبر من العمليات الكبيرة جدا والحساسة جدا، وما هي مرحلة ما بعد الزراعة يجيها مرات رفض وما رفض الأعضاء، وهذا شيء طبيعي يعني بعد الزراعات، وتعطى الجرعات هذه جرعات والأدوية المخصصة للرفض وصدرهم، وهي لا زالت يعني على حالة يعني ما تعرف لها، مرات زينة ومرات يخف.
أسأل الله أستاذي الكريم أن يمن عليها بالشفاء وأن يقر عينكم إن شاء الله برؤيتها سالمة معافاة. دعني بس أسأل قليلا، إذا كان في عقبات معينة تواجهكم في استكمال علاج الابن غزلان لو توضحها لنا بس. والله غزلان كانت خطتها العلاجية ما بعد الزراعة، وإذا نجحت على خير إنها مو أقل من سنتين تبدأ تحت الملاحظة والرعاية في أمريكا، لأن غزلان تقريبا من الحالات اللي لا يوجد لها متخصص دقيق يتابعها في السعودية، وكانت يعني في مراحلها الأولى والحمد لله استبشرنا خير. الطفلة بعد ما كانت صايمة 5 سنوات لا أكل ولا شراب تغيرت، صارت تأكل صارت تشرب، وكانت تعتبر من العمليات اللي يعني من أكثر العمليات اللي أجريت السنة هذه تقريبا في أمريكا، طبعا كلام الأطباء هنا في أمريكا. وصعوبة الزراعة إنها تحتاج عناية، تحتاج متابعة ما بعد الزراعة، يعني يبغى لها فترة شوي. وفوجئنا بالقرار اللي هو قطع العلاج واستكماله في السعودية. كلمتنا الدكاترة المتخصصين اللي كانت غزلان عندهم هناك، ولقتهم قلت هل في إمكانية يعني غزلان تتابع علاجها هناك وتستكمله؟ قالوا لي ما حتى أدوية ما عندنا، في أدوية معينة مش موجودة هنا. طيب أستاذ، لا يمكن أنهم يتابعونها في المراحل الأولى، هي تعتبر مرحلة أولية يعني. طيب هل الآن ما مدى خطورة وضع غزلان الصحي الآن في الحالة؟ والله غزلان يعني وضعها جدا مستقر، لكن هي الصعوبة أنها في المرحلة أنها تحتاج متابعة، تحتاج نواظير أسبوعية، تحتاج أدوية معينة، تحتاج تكون قريبة من المستشفى هذا اللي سوت فيها العمليات. زراعة الأعضاء شيء معقد جدا، وخاصة الجهاز الهضمي والأمعاء خاصة تحتاج متابعة يعني مستمرة جدا من المستشفى. نعم مستمرة، وهي الزراعة هذه تحديدا ممكن خطورتها إلى 5 سنوات قدام، يعني ممكن المريض يكون زين 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 فجأة سبحان الله قدرة قادر يرفض الجسم، يعرف أن الشيء هذا غريب عليه يعني. فشيء يعني حالتها تعتبر نادرة صعبة جدا. طيب أستاذي فواز، يعني إذا كان من كلمة يعني مختصرة تود إرسالها للمسؤولين في نهاية هذا الاتصال. والله أتمنى يا أخي إعادة النظر في ملف غزلان، لأن غزلان الدولة تكسرت في جزء كبير منه، قطعنا شوط كبير ومهم جدا، وهو توفر الأعضاء الحمد لله ونجحت العملية، وبقينا في مرحلة المتابعة، والمتابعة شيء ضروري جدا في الحالات هذه. أتمنى أنهم يعيدون النظر في غزلان وملفات الناس بعد المرضى اللي انقضت علاجاتهم. بلا شك نحن نشكرك أستاذ فواز مطيري على هذه المداخلة والتوضيحات حول حال الابنة غزلان شفاها الله وعافاها. وبلا شك أخي عبد الحكيم نتوقع إن شاء الله أنه يتم التفاعل معها في الحكومة المتخصصة إن شاء الله مع الجميع، وبإذن الله يسمع ما يسره إن شاء الله الأستاذ فواز وأيضا يثلج صدور الجميع. إلى خبر آخر، أمير الرياض يرعى ملتقى الانتماء والمواطنة ودور الخطباء والآئمة والدعاة. وقال في كلمته أمام الملتقى إن الانتماء شعار عظيم ليس بالسهل، وإنما يحتاج إلى عمل دؤوب وتأصيل واضح نستطيع من خلاله أن نؤسس لمسيرة واضحة تحفظ علينا وطننا وانتماءنا وأيضا توجهاتنا. عبد الحكيم، وأفضل انتماء ما ننتمي إليه من الدين الحنيف دين الإسلام الذي أسس على بناء واضح في هذه البلاد، ولله الحمد إننا نفخر به ونجاهد من أجله لنجعله دائما علامة بارزة على أرض هذا الوطن وكل صقع من العالم، ولا نقبل أي تشكيك. والتشكيك وارد من أعداء الإسلام لهذه البلاد وأهلها، وأول من شككوا فيهم هم أنتم أيها الخطباء والدعاة، شككوا الجميع من خارج البلاد ومن زمرة في داخله، لا يمكن أن نوافقهم على هذه الادعاءات الباطلة، فهذا منهج هذه البلاد الواضح والذي لا يشوبه أي شائبة. بالفعل دور الخطباء والدعاة في إيصال الرسائل الإيجابية من خلال المنابر هو دور مهم، وحضور مثل هذه الملتقيات يغذي شيء من الرسالة التي يوجهونها. وحقيقة أنا أشوف أنها يا عبد الحكيم صراحة خطوة رائدة في مسألة محاربة مثل هذه الأفكار، وهذه المحاربة بإذن الله تكفل لنا أمن أوطاننا العربية والإسلامية. بالفعل. وإلى خبر آخر أعزائي، في المؤتمر الدولي عن الرحمة في الإسلام قال الشيخ ابن حميد المسؤولون مهتمون بإعادة هيبة المعلم.
أكد الشيخ بن حميد أن المسؤولين مهتمين بإعادة هيبة المعلم، وأكد أن العنف الحاصل في المجتمعات الإسلامية يتعارض مع الرحمة. إلى ذلك أقر الشيخ بن حميد بقصور التربية والتعليم والمجتمع والإعلام في زرع وتفعيل ثقافة الرحمة، فتصاعدت معدلات العنف بأشكاله كافة في المجتمع. وقال إمام وخطيب المسجد الحرام على هامش المؤتمر إن العنف الحاصل في المجتمعات الإسلامية يتعارض مع الرحمة، بمعنى أن من يمارس العنف لديه خلل في المنهج الإسلامي والالتزام بالدين. وللتعرف أكثر على هذا المؤتمر معنا الأستاذ الدكتور عبد الله السهلي، عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس اللجنة الاجتماعية. أرحب بك أستاذ عبد الله. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات في قناة المجد، ولعلكم تسمحون لي بشيء الإشادة بما قامت به هذه القناة المباركة في تغطية هذا المؤتمر. حقيقة قامت بجهد مشكور، وإن كان جميع وسائل الإعلام ولله الحمد يعني غطت تغطية كبيرة، لكن كان لقناة المجد السبق فهي تشكر على ذلك، وخصوصا زميلنا الأستاذ الإعلامي الدكتور فهد السميدي مقرر اللجنة الإعلامية، كان جهد مبارك وجهد مشكور. وأحببت أقدم هذه المقدمة خشية من الأسئلة التي تفقدني هذه القضية المهمة، التي حقيقة يجب أن نشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أشكر قناة المجد حقيقة جميعا من مذيعيها ويعني جميع العاملين فيها وإدارتها على هذه التغطية المشكورة والتي يثني عليها الجميع ولله الحمد. هذا أقل دور تقوم به القناة بتغطية مثل هذه المؤتمرات، وكذلك بدعم ما يخدم المجتمع ويخدم الأمة الإسلامية بشكل عام. بودنا أستاذ عبد الله أن تحدثنا عن أهم ما دار في ثنايا الحوار في المؤتمر. هذا المؤتمر بحمد الله تبارك وتعالى مؤتمر كبير في ضيوفه، كبير في إنتاجه العلمي، كبير في موضوعه. فموضوع الرحمة كما تعلمون موضوع عظيم وجليل، والأمة بحاجة إلى طرحه، بل البشرية كلها بحاجة إلى طرحه في هذا الوقت. فلذلك هذا الموضوع هو خدم ذاته سواء على جميع المستويات وعلى جميع الصعد، يعني أخذ دوره الكبير في ذلك. فالباحثين الذين تقدموا للمؤتمر ما يقارب 560 باحث، قبلت اللجنة العلمية ما يقارب 135 بحث، طبعت في 12 مجلد ما يقارب في 6000 ورقة، يعني إنتاج علمي ضخم، موسوعة الرحمة، كل ما يتعلق بالرحمة وكل موضوع ممكن يأتي في ذهنك عن الرحمة ستجد في هذه الموسوعة الكبيرة بحمد الله تبارك وتعالى، والتي طبعت ووزعت يعني نسخ منها على الباحثين وعلى المهتمين وعلى المكتبات العامة إن شاء الله، وتصل يعني جميع المهتمين بإذن الله تبارك وتعالى. كبير في الجانب الآخر الضيوف، الضيوف الذين حضروا هذا المؤتمر وخرجوا على هذه القناة وعلى جميع القنوات الأخرى وسائل الإعلام يعني من كبار المؤثرين في العالم الإسلامي. فرئيس علماء اتحاد، رئيس اتحاد علماء أفريقيا جنوب الصحراء ما يقارب 45 دولة، كل هؤلاء العلماء هذا رئيسهم وهو رئيس لجنة الفتوى وفي هذا المؤتمر، ولهم مواقف مشهودة مع هذه الدول البلاد المباركة، مع البلد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، مواقف مشهودة، وهم أيضا ممن درس في هذه البلاد وأخذ الشهادات العالية، رؤساء جمعيات أهل الحديث في الهند والباكستان وبنغلاديش يعني القارة الهندية، هذه الكثافة السكانية الكبيرة جدا. بحمد الله حضور العلماء الذين حضروا معنا من الصين إلى أمريكا إلى كوريا الجنوبية إلى أمريكا اللاتينية، الأرجنتين، البرازيل، كل هذه المكسيك، كل هذه الدول حضر معنا بحمد الله تبارك وتعالى، قادة فكر وقادة أستاذ عبد الله السهلي، حتى يعني لا نستأثر بهذا الخبر عن الأخبار الأخرى، أشكر لك مداخلتك، ونتمنى إن شاء الله نلتقيك في حلقة قادمة بإذن الله. حياكم الله وحيا.
إذن شكرا لأستاذنا الكريم على هذه التوضيحات. ننتقل وإياكم الآن إلى خبر آخر تمثلت فيه أيضا أخي عبد الحكيم معاني الرحمة، تداوله الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يسقي قطة بيديه في المسجد الحرام. دعونا نشاهد هذا الفيديو ثم نعود للتعليق عليه. وقد تفاعل معنا بعض المشاهدين وأرسلوا لنا صور لأبنائهم أثناء إطعام الطيور. تأثير وسائل التواصل إذا كان بشكل إيجابي هو المرجو، وهو الاستثمار الحقيقي في والاستفادة من ما يعني يقدم في وسائل التواصل هو بالفعل الهدف الحقيقي منها. والله فعلا حقيقة أخوي عبد الحكيم، يعني مثل هذه الصور المتداولة تؤكد لك أن المجتمع فيه خير والناس فيها رحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن. يعني صراحة كان مشهد جميل ورائع وقدوة حسنة يحتذى بها، فيعني جزاه الله خير اللي بث مثل هذه المبادئ الجميلة في وسائل التواصل. ونطمح كذلك من مشاهدينا أن يرسلوا مثل هذه الصور والمقاطع من أجل أن يعني نبث الخير عبر وسائل التواصل، وأن يكون هناك أثر لما نقدمه في وسائل التواصل بشكل عام. ما زلنا مستمرين معكم وننتقل معكم إلى خبر آخر. حسب صحيفة مكة 80,000 رحلة مدرسية سنويا بلا مكاسب، معقولة محمد؟ والله معقولة بحسب الخبر الذي يقول في ثناياه: حدد مسؤولون تربويون 8 معوقات حالت دون تحقيق 9 أهداف للرحلات المدرسية، بوصفها أحد جوانب النشاط الطلابي المعززة لأهداف العملية التعليمية، بحسب تصريحاتهم أخوي عبد الحكيم لصحيفة مكة. في حين أوضح بعضهم أن الترفيه أصبح السمة الغالبة على أهداف تلك الرحلات نظرا لما تزخر به السعودية من خيارات واسعة لاستقبال الطلاب، سواء على المصانع أو المتاحف أو المزارع النموذجية أو المدن الصناعية أو البنوك والجامعات والمختبرات ومعامل ومناجم وآثار. حقيقة يعني ينبغي الوقوف عند مثل هذه الأخبار أخوي عبد الحكيم. يعني صحيفة مكة جهدهم مشكور، لكن يبدو أنه الأرقام فيها يعني أو غير دقيقة، خلني أقول لك معنى صح. تذكر يمكن عندما أجري اتصال مع أخونا الأستاذ مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، طبعا اعتذر لظروف ارتباطاته، لكن استطعنا أن نحصل على هذا الخبر من مصادرنا في الوزارة تؤكد أن هذه الأرقام غير دقيقة، وأنه أصلا لا توجد إحصائيات ولا دراسات معلنة عن النشاط الطلابي ولا عن الرحلات المدرسية وعائدها التعليمي والسلوكي على الطلاب. فيبدو أن صحيفة مكة اجتهدت مشكورة، لكن الأرقام بحسب المصادر غير دقيقة إطلاق. وأحيانا الصحف إذا أرادت أن يعني تحيي شيئا أو تنشط جانب معين يعني تطرح مثل هذه الأخبار وإن كان فيها شيء من الصحة، لكن مثل ما ذكرت والأرقام جاذبة الحكيم، يعني 80,000 ترى رقم عجيب يعني كبير جدا، وهم يعني ما قصروا اجتهدوا، لكن جهدهم يعني إن شاء الله يتحسن المرة القادمة. طيب عبد الحكيم، في خبر آخر دعني أنتقل معك إليه، وهو خبر للأسف مؤسف: قنبلة يدوية عبث بها الأطفال في واد بجازان فقتلت أحدهم. قنبلة عثر عليها في واد بالقرب من مسلية، وتم اصطحابها للمنزل ليعبث بها الأطفال ليلقى أحدهم حتفه على إثر انفجارها، فيما أصيب طفل وطفلة آخران جراءها ويتلقيان العلاج. وأوضحت المصادر أن القنبلة يدوية ويتوقع أن تكون مخلفات لتدريبات عسكرية لم تنفجر، فيما باشرت الجهات الأمنية والمختصة الحادثة ولا تزال تقوم بواجبها في المنزل حتى ساعة تحرير الخبر. والله حقيقة يا أخي عبد الحكيم يعني خبر مؤسف جدا، تمنى من الله عز وجل أن يرحم الطفل ويرزق أهل الصبر والسلوان وأن يشفي بقية الأطفال المصابين. براءة الأطفال أحيانا عواقبها لا ترحم، فعلا لا ترحمهم. لكن
ما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا الكرام إلى خبر آخر. هيئة الاتصالات تفعيل خاصية الاتصال يعود للشركة المالكة. نفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيقافها خاصية الاتصال الصوتي بالواتساب. حقيقة هذا الخبر ما زال يتفاعل عبد الحكيم، فقد ذكرت أن تفعيلها وإيقاف الخاصية يعود للشركة المالكة للتطبيق وفق إطار نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية بالمملكة. وقالت الهيئة عبر بيان أصدرته بالأمس إنه إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص إيقاف خاصية الاتصال الصوتي عبر تطبيق الواتساب. تود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تؤكد حرصها وسعيها لنشر خدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق احتياجات المستخدمين في المملكة، وذلك وفقا للمهام المنوطة بها في إطار نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى السارية في المملكة. وأضافت الهيئة أيضا أنه في هذا الإطار تود أن توضح أن تفعيل خاصية الاتصال الصوتي يعود للشركة المالكة للتطبيق، وهذه الخاصية لا تعمل في عديد من دول العالم، منها بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعدم توافقها مع تنظيمات تلك الدول. حقيقة في هذا الصدد يسعدنا أن يكون معنا في مداخلة هاتفية الأستاذ طارق الماضي، وهو كاتب اقتصادي، للتعليق على هذا الخبر. بداية نرحب بك أستاذ طارق، حياك الله معنا في أخباركم. هلا، الله يحييك. خلني أبدأ معك صراحة بسؤال يعني تتداول الأوساط الاجتماعية، برأيك ليش واتساب بالتحديد اللي يقدم خدمة الاتصال الصوتي تحجب من بين تطبيقات يعني تعمل بنفس الخاصية؟ لأنه الواتساب رفض أن يتوافق مع المعايير التي فرضتها هيئة الاتصالات لمراقبة عملية الاتصالات التي تتم من خلال الواتساب، فلذلك تم إيقافه. البيان حق هيئة الاتصالات ليس دقيق، بمعنى يقول أنه قرار الإيقاف هو قرار من الواتساب نفسه، لكن هذا مو حقيقي. هذا تم إيقافه من شركات الاتصالات، وأنا متأكد أنه بإعاز من هيئة الاتصالات، لأنه البرنامج لن يتوافق. أعتقد أنهم يطلبون من الشركة أن تضع سيرفرات موجودة داخل السعودية كما هي بعض التطبيقات الأخرى، لكي يسهل عملية مراقبتها من الناحية الأمنية وجميع النواحي الأخرى. وحيث أن الشركة لم تتوافق، فبالتالي تم منع البورتات التي تؤمن الاتصالات، ولكن لا أعتقد أنه هذا حل جيد. يجب أن تجد هيئة الاتصالات طرق أخرى لمراقبة هذه الاتصالات أو الإشراف عليها بطريقة جيدة، لأنه كما قلت يوجد مئات التطبيقات التي تؤمن هذه الاتصالات. حتى الواتساب نفسه يمكن التحايل على عملية المنع من خلال تشغيل بعض البرامج الأخرى. فأنا أعتقد أنه هيئة الاتصالات خلال سنة أو سنتين سوف تكتشف أنها غير قادرة على الوقوف أمام هذا التغير في التقنية السريع جدا. ولكن البيان الذي يقول أنه مثلا بعض دول الخليج لا تفعل فيها الاتصالات هذا حقيقي، ولكن بعض الدول الأخرى أيضا يتم تفعيل هذه الاتصال فيها وهي تعمل بشكل كامل فيها، لذلك البيان لم يكن دقيق. فعلا هذا أمر صحيح وكلام منطقي جدا. أستاذي الكريم طارق الماضي الكاتب الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات، فعلا كانت إضافة رائعة من الأستاذ طارق. في اعتقادك يا عبد الحكيم، شركات الاتصالات قادرة على مواجهة مدى التطبيقات التي تستخدمها خاصية الاتصال الصوتي؟ الآن مع كثرة التطبيقات ويعني الاكتفاء ببعض الرسائل التي تأتي بالمجان قد يكبدها خسائر، ولهذا هي تحاول أن يعني تلملم أوراقها من أجل أن تتدارك الوضع. جميل أخي عبد الحكيم. إلى خبرنا الإنساني والأخير لهذا اليوم، حيث باع مواطن سعودي سيارته الخاصة لعلاج عامله التركي وتسفيره لبلده على حسابه في لفتة إنسانية عظيمة. يقول الخبر، تعاطف مواطن سعودي مع عامل تركي يعمل في ورشته في المدينة الصناعية بمحافظة دومة الجندل، وتكفل بتحمل نفقات علاجه وتسفيره لبلاده بالأموال بعدما باع سيارته الخاصة بأرخص الأثمان. وبحسب صحيفة الرياض، ليوم الأحد الماضي لم يتمكن المواطن السعودي سلمان بن مصلح الشراري من مشاهدة عامله التركي يتعذب أمامه إثر تعرضه لحادث مروري كبير
أسفر عن إصابته بكسور أقعدته تماما عن الحركة. حقيقة لفتة إنسانية عظيمة يشكر عليها المواطن، وأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. إذن بهذا الخبر مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقة أخباركم لهذا اليوم. يتجدد اللقاء مع أخينا خالد التميمي وأخونا أيضا محمد العيد غدا بإذن الله تعالى. بإذن الله نلقاكم في رعاية الله وحفظه. أخبار الغد بإذن الله تنتظركم إلى اللقاء.